أجرى الوكيل الإداري لوزارة الصحة الدكتور خميس السعد زيارة تفقدية إلى مركز أطفال التوحد في مستشفى الأطفال بمحافظة كركوك، مؤكدا استمرار استقبال المرضى في العيادات التخصصية وتقديم التدريبات طيلة أيام الأسبوع. كما شملت جولته التفقدية زيارة مستشفى الأطفال ومركز واحد آذار الصحي الرئيسي ومستشفى 492 سريرا ضمن قطاع كركوك، مشيدا بالخدمة الصحية المقدمة للأهالي، مثمنا وجود الكوادر الطبية خلال عطلة السبت. ودعا السعد إلى مضاعفة الجهود لتقديم الخدمات الصحية المتكاملة لأهالي كركوك، كما تفقد أقسام الطوارئ والتقى بالملاكمات الصحية. اليوم في زيارة ميدانية إلى مؤسسات وزارة الصحة في دار صحة كركوك. الهدف الأساسي من هذه الزيارة هي تقييم عمل هذه المؤسسات والتأكد من مستوى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية. معنا فريق فني من الوزارة حاليا في كل المؤسسات يقوم بدورة بتقييم الأداء. السيد المدير العام والسيد المعاون رافقونا في هذه الجولة. حقيقة يعني الهدف الأساسي كذلك يعني أنه رضا المواطن ومدى إيصال الخدمة للمواطن. هذه الزيارة الثانية خلال 3 أشهر للسيد وكيل الإداري لوزير الصحة. الغاية من الزيارة أنه أولا تقييم الواقع الصحي وإيجاد حلول للمعوقات والمشاكل، لا سيما بالفترة الأخيرة يعني الوزارة تعاني من قلة التخصيصات المالية أو تلكؤ في تزويدها. بالنسبة أن هاي الزيارة كلش ضرورية وكلش مهمة في سبيل تقديم الدعم اللازم وفي سبيل تقديم إيصال مشاكلنا ومعاناة دائرة صحة كركوك للوزارة. وحقيقة هي وزارة الصحة مهتمة جدا بالملف الصحي في دائرة صحة كركوك ومن الداعمين الرئيسيين لهذا الموضوع.